والله يا عبد حميد يا اخويا الدنيا كلها نورت اول ما خططوا برجلكوا البيت انت وعروستنا الحلوه دي. تسلم تسلم. منوره يا ملك. شكرا يا عم. سلام عليك يا عبد الستار. دايما تاكلنا كده بتاكلنا في الكلام مع ان احنا اللي جايين نتعشى. امال الحاج ابو محمود فين يا عم؟ الحاج ابو محمود برضو ولا ابنها؟ عبد الستار صحيح هما فين؟ مش يجوا نتأنس بيهم كده؟ هما موجودين طبعا بس محمود تلاقيها في المطبخ بتعمل لكم الاكل يعني. طب هقوم اساعدها. لا لا اقعدي ارتاحي يا عروسه تساعديها ايه؟ انت عارف بس هما يعني بيقعدوا يعملوا شويه حركات يعني عشان عارفين انكم جايين مهتمين. انت عارف يا عبد الحميد يا اخويا من امبارح لما عرف ان انتوا جايين ما ناموش الليل. اي والله انا هقوم استعجلهم اشوفهم فين. يا اخويا اتفضل. يا ام الدكتور يا ام محمود يا دكتور محمود. انا برضو انك مخبول زي امك وهلاقيك هنا. في ايه؟ استعبط يا محمود ولا خلاص انت وامك قلبت قط الست ورد دي مقام وبقيتوا مجازين. ما استعبطش يا حاج مش فاهم ايه المشكله دلوقتي. قاعد بتهبب هنا يا حلت امك والناس بره. يا واد انا مش قايل لك ان في ضيوف مهمين جايين لي. طب الضيوف المهمين دول اقعد معاهم انت يا حاج. انا لا هطلع لحد ولا هكلم حد. هتطلع معاهم ورجلك فوق رقبتك. هتسلم على الحاج عبد الحميد وبنته ومش عايز اسمع منك كلمه ثانيه. وفر كلامك يا حاج. انا مش هخرج من الاوضه دي ومش هقعد مع ضيوف. انا طوعتك وما اتجوزتش ورد من وراك. انما في دي لا يمكن اطوعك ابدا. مش هتخصبني انا اتجوز مليكه ولا غير مليكه. مش هتجوز بالطريقه بتاعتك دي اصلا. ومش هغير كلامي حتى لو هتعلق لي المشنقه. الراجل اللي قاعد بره ده هو اللي هيلحقني قبل ما اتديانا يعلقوا لي حبل المشنقه. ولا عايز ابوك يبقى اضحوكه في وسط الناس يا محمود. احنا جايين للعشاء وبس. ما تقلقيش خدي راحتك خالص في التفكير. يوم اتنين براحتك. انت مش قليله ده انت بنت عبد الحميد يعني. بس انا شايف يعني ان الاصول كان هم اللي يجوا يزورونا مش برضو يعني مش هم برضو اهل العريس. يا حاج عبد الحميد يا قمر معاش ولا كان اللي يستقل بيا او بيك. والاصول هتحصل ان شاء الله. لكن برضك مفيش مانع يعني ان احنا نجيهم زياره. مش يمكن الدكتور محمود خايف ان انا ارفضه فخايف يجي يزورنا؟ فعلا. ربنا يكملك بعقلك يا بنت عمري. ولا يحرمنيش منك يا احن اب في الدنيا دي كلها. بس بقول بقى يعني بالنسبه للفرحه اللي بتتنطط في عينيكي كده وعماله ترفرف دي هبطيها شويه هبطيها. لا الفرحه فين؟ مفيش فرحه انا عادي. وهفرح ليه يعني ده حتى عشا عادي مش اكتر. ايوه عشا عادي. ايوه هو انت لسه قايل انه عشا عادي. انا قلت بس يمكن تطول للشاي ولا حاجه. ها؟ قلت ايه يا ابني؟ معاش ولا كان يا حاج بس خلاص سنة. يبقى تقوم تجيب امك وتيجي ورايا تسلموا على الناس وترحبوا بيهم. يلا الحق يا محمود. الحق يا محمود. في ايه في ايه يا حبيبي اخويا بسيطه ان شاء الله. ست المغرب اتدلع عليا. طب اهدي الحق يا حاج. الحق انا عايز مستشفى. مستشفى ليه بس؟ ما هي بسيطه ايه؟ انت مش دكتور يا محمود. اديها علاج مؤقت كده نقعد مع الضيوف وبعدين نبقى نديها مستشفى. حرق كبير لازم مستشفى. سلامتك يا حاج. دي مالكة يا كريمة بنت عبد الحميد اخويا. شوفي كبرت ازاي. انا مالي انا بموت. الحقني انت يا محمود. لازم مستشفى يا حاج. مستشفى ايه بس؟ ده لازم مرهم حروق. طب شوفي يا مالكة كبر في الحمام كده يا بنتي. شوفي مش هتعرف ورد بس هي اللي بتعرف في البيت ده. هعرف هعرف ما تقلقيش يا طن. يلا يا بنتي يلا بسرعه بسرعه. ما تساعدني يا حاج هتقعد تتفرج عليا. حاضر حاضر يلا قومي. قومي يا حبيبي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا ابني ما هي بقت كويسه اهي. مستشفى ليه بس؟ نقعد مع الضيوف نضيفهم لما يمشوا ونبقى نوديها المستشفى. ملحوقه المستشفى ليه؟ يا رب يا رب ما تشوف اللي فيا يا حاج يا رب. بالراحه بالراحه. انا لقيت المرهم اهو. اهي اهي مليكه بنت الناس الطيبين يا كريمه. بتعرف برضه. انا اسف انا اسف انا اسف. يلا 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 يلا.